تبارك الله عليك خويا زكريا. كيفك الماتش ديال واتساب؟ هادي لا حول ولا قوة الا بالله، الحمد لله الشكر لله، نغفر لكم الله. قلت لك واحد الصراحة، قلت لك واحد الصراحة على قناة شوف دابا بلي الراجل إلا بقات على تشكيلة راه إنا لله وإنا إليه راجعين. بينا كندخلو دابا ما نقولوش الموت صراحة، الراجل عمر غادي تموت، مي كندخلوها في المرض، ندخلو في المرض، مرض مزمن. نتمنوا الله خير. اذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه البيضاء، بالضبط من سباته في كيتواجد زكريا مولتوني المعروف مولتوني. جينا اليوم نهضروا على الحال واللي وصلت ليه فريق الرجاء الرياضي، واكيد كل شيء لا يخفى عليه المشاكل اللي كاينه داخل المكتب المسير. جينا اليوم نشوفوا راي زكريا حول هذا الشيء اللي واقع في المكتب والاستقاله الجماعيه، وكذلك حول المستقبل ديال النادي. زكريا خويا مرحبا بك، انا كنعرفك كتهضر بحرقه على لا سوى الرجاء سوى الوداد، داكشي اللي كاين. و بصراحه هادشي اللي كيوقع الفريق الرجاء، واقع الفريق الرجاء بلاتي خليك مع خويا زكريا. هادشي اللي واقع الفريق الرجاء البيضاوي راه يؤسف ويؤسف ويؤسف ويؤسف. في الماتش ديال الاهلي بعد الخساره امام الاهلي قلتها وصرحت، قلت حنا غنهضروا بالرجوله، ما غنهضروش بالخشيبات، ما غنهضروش بالدرافه، وما غنهضروش يعني بالرعونه، غنهضروا بالرجوله، غنهضروا بالقوه، غنهضروا بالعزيمه، غنهضروا بالحرقه على فريق الرجاء، على فريق كبير، على فريق ماشي عادي، فريق عالمي، وخاد العالميه ديالو ومتبعينه ناس في العالم كامل. اكيد الجماهير ديال الرجاء في جميع بقاع العالم. هذاك الشيء اللي كاين، لا يعقل، كنقول لا يعقل من مكتب مسير اللي جا لفريق الرجاء وما دار حتى شي صفقه ناجحه. لا يعقل من مكتب مسير اللي جا لفريق كبير وفريق عالمي من حجم الرجاء العالمي وما دار حتى شي تغيير اللي كتحس به جدري، نقولوا غير جدري ماشي كلي، غير جدري غير بواحد النسبه، ما كاينش هذا التغيير في فريق الرجاء البيضاوي، ما دارش هذا التغيير نهائيا في فريق الرجاء البيضاوي، من نهار جا هذا المكتب مسير والانتكاسات والخساره والضياع ولا حول ولا قوه الا بالله، صراحه مكتب فاشل بجميع المقاييس. انا بغيت نعرف هاد المنخرطين اللي في فريق الرجاء البيضاوي، هاد المنخرطين اللي عندهم غيره على فريق الرجاء البيضاوي، فين هي هاد الغيره ديالكم؟ فين هي هاد الغيره ديال هاد الناس القدام اللي كاينين في فريق الرجاء البيضاوي؟ فين هي الغيره ديال اللاعبين القدامى اللي دازوا فريق الرجاء البيضاوي؟ عيب وعار هادشي اللي كيدوز من فريق الرجاء. ولذلك الرساله هي واضحه، انا لا ما كنشجعش على الشغب ولا شي حاجه، ولكن الرساله هي واضحه، اللي ما بقاش باغي يخدم يمشي في حاله، اللي ما بقاش باغي يخدم يمشي في حاله قبل الله يسر الله يسر، قبل ما يشوف شي حاجه اللي ماشي هذيك. انا نقول لكم اللي كاين، لان هادشي اللي كيوقع فريق الرجاء البيضاوي راه الرؤوس ديالو، شكون هما الرؤوس ديالو؟ خصنا نهضروا حنا شكون هما الرؤوس ديالو. الرؤوس ديالو هم مفسدين، هم مفسدين، رؤساء قدام ومفسدين، فهمتيني؟ ومفسدين اللي باغيين يترزقوا على ظهر الرجاء، اللي باغيين يديو اموال على ظهر الرجاء، فهمتيني؟ واللي باغيين واحد زعما كيدخل حبا في مصلحه النادي، ما كاينش، لا 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 ما كاينش مصلحه، بالعكس اخويا. شوف انا متاكد بلي اي واحد داخل الرجاء كاينه المصلحه، ولكن نسبة قليلة ديال هاد المنخرطين هذا اللي كيبغي فريق الرجاء، كلشي داخل باش يدير طوموبيل ويدير دار ويدير مستقبل لوليداتو ويعذب الجماهير الرجاوية اللي كتحط فلوس صحيحة، اللي كتحط 1000 ريال واللي كتدخل الستاد دونور واللي كتحضر وكتجي من المدن، راه شفنا غير في التصريح الاخر جاية من مدن بعيدة ومضحية الأحد بالليل وهذا وجاية باش تشجع فريق الرجاء البيضاوي. ولذلك حنا غنهضروا بالرجولة، ما نهضروش برسائل مشفرة، غنهضروا برسائل واضحة وضوح الشمس، واضحة وضوح الشمس. أي رجاوي كيتفرج في هذا الفيديو خاصو يبارطاجي، واجب عليه يبارطاجي، لأن أنا كنهضر نيابة على كل مشجع رجاوي، نيابة على كل مشجع غيور، نيابة على كل مشجع كيعشق فريق الرجاء العالمي. نقول لكم أنا الكلمة ديالي معقول، كاع الفراقي كيدوزوا من أزمة، ولكن الأزمة طالت، الأزمة طالت فريق الرجاء، ولحسن الحظ هاد الهزيمة مع سريع واتزم هزيمة اللي خصها تفيق
المكسب مسير لفريق الرجاء، خاصة تفيق مكونات فريق الرجاء. علاش؟ لأن جايين استحقاقات أخرين، لأن فريق الرجاء مقبل على البطولة، مقبل على كأس العرش، مقبل على عصبة الأبطال الإفريقية. ولذلك أنت كمشجع رجاوي خدم هذا العقل، خاصني نقول أنا كنشجع فريق الرجاء البيضاوي، خاصني أيه كنحط ماديا ولكن كاين طرق أخرين باش نحارب هذا الفساد ديال المسيرين. كاين تدريب، كاين ضغط في مواقع التواصل، على الاقل هاد مواقع التواصل لما فيديوهات بحال هذه ديال واحد كينوب على مشجعي الرجاويين خاصو ينتشروا ويوصلوا للرؤساء ويوصلوا للاعبين ويوصلوا لكل شيء باش يقولوا فعلا راه الجمهور راه غاضب علينا. ماشي حنا ماشي كنشجعوا لا يشيروا بالحجر ولا ما كنشجعوش هذاك الشيء، ولكن خاصهم يعرفوا باللي الرساله ديالي انا واضحه، كنشجع الجماهير باش تضغط على المكتب المسير باش فريق الرجاء يرجع للواجهه، باش فريق الرجاء ما نشوفوش دائما اقصى ورا اقصى ورا اقصى، نكسه ورا نكسه ورا نكسه. وانا عمري شخصيا نادرا في كنشوف الرجاء ما كتلعبش دقه دقه، نادرا في كنشوف الرجاء ما كتلعبش تيكي تاكا، عيب وعار الرجاء كتلعب بهذا السيل دو جو ديال هز كره طاوسي مدرب دون شخصيه، مدرب دون شخصيه. وانا كنشوف الرئيس اللي غيكون ناجح وغيقدر ينجح، هادشي ماشي تعاطف مع الطاوسي وين نقدروا نقولوا الطاوسي حتى هو راه جا دخل على الفرقه ما فيهاش زعما شي فيكتيف اللي ناضي، تفهم يعني حتى هو كيخدم داكشي اللي عنده. هو كان قال لك واحد التصريح قال لك كنخدم داكشي اللي عندي. لا وكيسمح لي بعض المرات كيقول شي تصريحات اللي لا ما كتدخلش للعقل ولا علاقه لها بالصواب ولا تبث للصواب باي تصيله. كيقول لك ميتولي ما ندخلوش، ميتولي يدخلوا في الاول ديال الماتش، الماتش ديال سريع واتزم لا يستهان به، خاصو يدخلوا في البدايه ديال الماتش باش يحسم 3 بوان في الاول. ما يمكنش انت كتلعبوك مع الربعه ما ندخلش ميتولي كيلعب بالليل، ما يمكنش انا فريق الرجاء يبقى يلعب بالليل. كون دخل ميتولي كان زعما غادي كان شي تربح الراجل. كوما ميتولي عنده، ميتولي راه لاعب ذو تجربه، ميتولي عميد الفريق، ميتولي عن التجربه ديالو كيعطيها اللاعبين وسط داخل ارضيه الملعب، ميتولي كيبقى صاحب اللمسات السحريه، كيعطي دي باس، كيضرب كرات ثابته، ميتولي عنده اضافه كبيره للفريق، لا يعقل تدخلو حتى للاخر، ولا يعقل انا كنقول وكنعاودها، لا يعقل هذا التسيير العشوائي في فريق الرجاء، اللاعبين كتحس بهم ميتين، شو طريقه الهدف الاول كتبين لك باللي الرجاء، لاعب الرجاء متشردين. لاعب الرجاء متشردين، ولكن انا غنهضر بالرجوله وبدون عاطفه، غنهضر بالرجوله. فاقوا اللاعبين ديال الرجاء، فاق المكتب المسير، فاقوا قبل كنقولها قبل ما فريق الرجاء يولي عيش واحد النكسه اللي حقيقيه. انا متفق معكم الرتبه الثانيه لحد الان وكاس العرش متاهل للربع، ولكن هذا الشيء ما كافيش. فريق الرجاء راه خلق من اجل الالقاب، فريق الرجاء العالمي خلق من اجل الالقاب، فريق الرجاء خاصو يدي الالقاب، فهمتوني؟ شكون كيبان لك زكريا انت الراجل ديال المرحله دابا؟ انا رجل المرحله صراحه كنشوف بودريقه، صراحه بالنسبه لي انا بودريقه هو رجل المرحله. شوف بودريقه غادي نرجعو حنا، نرجعو نديرو فلاش باك كيف كنقولوا. الا شفنا بودريقه مزيان، بودريقه رئيس ود الفرقه، بودريقه عنده صور طلع التيران وتفرج مع فريق الرجاء في التيران وشجع فريق الرجاء ورجاوي حقيقي. بودريقه البيريود ديالو مشى للفينال ديال كاس العالم للانديه وشفنا رجاء عالمي كبير وشفنا العالميه ديال الرجاء في البيريود ديال بودريقه. فينكم الناس اللي كينتخبوا؟ واش حنا كنمشيو ننتخبوا على واحد ودادي؟ واش حنا كنمشيو ننتخبوا على واحد اللي ما عندوش قال لك عندي الفلوس؟ مرحبا، خاصنا نشوفوا مناهج، اشنو غيضيف لينا؟ اشنو غيضيف لفريق الرجاء؟ اشنو غيضيف؟ واش غيجيب لاعبين؟ واش غيجيب قطع غيار مهمه؟ واش غيزيد في الفريق مثلا يبني ملاعب؟ واش غيكون يطلع دراري من المدرسه ديال الفتيان ديال الشبان ديال هذا الشيء؟ نهائيا ما شفناش. كاينين دراري ولاد المدرسه انا حضرت لهم وكنت علقت على الفينالات ديال الماتش ديال الماتشات ديال الرجاء في تشالنجر الاخر. انا شفت دراري 17 عام 19 عام 15 عام، ما شاء الله دراري كويريه ودراري واعرين ومواهب. وكاين واحد الافريقي لاعب افريقي شفتو مهاجم من طراز الرافيع. خاص تكون عندنا سياسه تشبيب، متفق معاك، ولاد المدرسه يهزوها. انا راه ولاد المدرسه هما اللي غادي يهزوا فريق الرجاء، ولاد المدرسه هما اللي غيزيدوا فريق الرجاء الامام، ولاد المدرسه هما اللي قادرين يحملوا المشعل ديال فريق الرجاء البيضاوي. شفنا ديك السنه ولاد المدرسه هما اللي حملوا المشعل.
كان الحفيظي وكان مارونغو وكان رحيمي، ولكن زائد ولاد المدرسه. ما يمكنش ولاد المدرسه دابا نتوما عاطينهم كتجي تقول لي مدكور، كتجي تقول لي زريده، واش هادو راسهم غيقضيو الغرض؟ ما يمكنش هادو راسهم غيقضيو الغرض. خاصهم لاعبين من قطاع غيار ثقيل، من حجم مالونغو، من حجم رحيمي. فين هي التفاوضات؟ واش المكتب جيب لي بادي بانغو، جيب لي لعابه ما كيسواش 3 ريال؟ عباد الله عيب وعار هادشي اللي كيبقى فريق الرجاء. انتقال، شوف كنتظروا شي انتقالات حقيقيه، نتمنى من البودريقه، نتمنى اي رجاوي يبارطاجي هذا اللايف. حنا بغينا اي كاع الرجاويين كلشي يشوف هذا اللايف باش يعرفوا باننا حنا راه كنغيروا على هذا اللوغو، على فريق الرجاء العالمي، على فريق اللي يعني الناس سماوه على قبله شوارع في البرازيل، على فريق اللي البايرن ميونخ والفرق الكبار عطاه ممر وصفقوا عليه. خاصنا نعرفوا ان هذا فريق اللي عنده جوج الالترات عالميين من حجم الجرين بويز ومن حجم الايجلز. خاصنا نعرفوا ان هذا الفريق راه معروف على الصعيد العالمي. الله يرحم الوالدين، اي لاعب، اي منخرط، اي واحد كينتمي لفريق الرجاء، مشجع كذلك، كل شخص ينخرط في هذه الازمه. هنا خاصة تبان، خاصة يبان اي واحد فريق الرجاء. خليني من جمهور المناسبات، وخليني من المنخرطين ديال الفلوس والمصلحه، هنا في خصهم يبانوا كاع المكونات ديال فريق الرجاء باش يرجع الرجاء للسكه الحقيقيه. عيب وعار وين كنشوفوا الرجاء كيف قلت ما كتلعبش دقه دقه، ما بقيناش كنسمتوا لفريق الرجاء. عيب وعار الرجاء كتربح في كاس العرش بالزز، عيب وعار هذا المستوى، عيب وعار الرجاء مع واتزم هويه غائبه، هويه عباد الله غائبه. حكا ربحوا جوج ماتشات ورا الاهلي صافي، حنا الجمهور غيسكت. الجمهور جمهور درجه خصو يوعى وخصو يعرف باللي راه الا ما ضغطش على المكتب مسير راه غتزاد انتكاسات وغتضيع البطوله وغيضيع كاس العرش. وعقلوا فين كنقولها، الا الجمهور بقى ساكت على هذا الشيء راه غيضيع البطوله وغتضيع كاس العرش. علاش سيدي غتمشيو حتى نهايه الموسم؟ دابا خصكم تمشيو، دابا خصكم تمشيو. الله يجعل البركه، انتم ما خداميش فريق الرجاء، انتم ما خداميش نهائي فريق الرجاء. اي واحد ما قادش يخدم وما قادش يعطي فريق الرجاء الله يعاون، خرج ما حدك ما خد عظامك باقي صحاح. حنا ماشي كنشجعوا يقتلوك ولا يضربوك، لا ما كنشجعوش، ولكن حنا من باب المجاز خرج ما حد الامور زاهيه، حيت الا ما خرجتيش دابا غتزيد تفقس هاد الجماهير الرجاويه وغنقدروا نشوفوا جماهير كدير شغب اخر. وإلا دارت الجماهير شغب اخر غيوليو ويكلوات اخرين، وإلا كانوا ويكلوات اخرين الفرقه الله يرحمها، لان كبرياء الرجاء في كبرياء جمهورها، كبرياء الرجاء في اللاعب رقم 12، نتائج الرجاء في اللاعب رقم 12. شوف انا دابا كنهضر بحرقه والله شاهد عليا على فريق الرجاء، لان بغينا فريق الرجاء يتطور في المستوى، بغينا فريق الرجاء يكون في البوديوم ديال عصبه الابطال. عيب وعار فريق اللي سنوات هذه ما وصلش لا فينال ديال عصبه الابطال، او من 2002 ما توصلش للفينال ديال عصبه الابطال، عيب وعار. انت راك الرجاء البيضاوي، حنا بقاو الاتحاد الافريقي سوبر، بغينا عصبه الابطال، بغينا عصبه الابطال، بغينا فريق الرجاء البيضاوي يتقاد ويرجع السكه الحقيقيه باش الجماهير حتى ديك 1000 ريال اللي كتحط ما تمشيش هباء منثورا. رسالتي الاخيره اللي غنبغي نقول للمكتب المسير هو ابتداء من محفوظ، كيف ما استقلوا شي وحدين انت محفوظ جات نوبتك، كذلك الاخرين يمشيو في حال اللي ما بغاش يخدم يمشي في حال، الله يرحم الوالدين. كذلك الجمهور يضغط، كاين تداريب ما كنشجعش على الشغب، كاين تداريب، كاين هذا نضغط على اللاعب، نضغط على المسيرين، واللاعبين فيقوا شويه، فيقوا شويه وعرفوا راسكم هذه هي خدمتكم، راه ماشي كتمشيو ديروا الرقص ولا كتمشيو ديروا شي رياضه اخرى، رياضه كره القدم، كتدخل كتلعب كره خاصك تدخل باش تفرح هاد الجماهير العريضه والكبيره واللي دار تيفو احسن دي اوشو. واحد القضيه خصني نقولها، كنعترف بان فريق الرجاء جمهور الرجاء جمهور عالمي واحسن جمهور في العالم، ماشي انا اللي قلتها، شكون اللي قال احسن جمهور في العالم؟ ناس كبار، تيفو عالمي، تيفو خيالي، تيفو ما داروش كاع الفراقي كاع في العالم، شكون اللي دارو؟ دار جمهور الرجاء. ولذلك اللاعبين فكروا في هذا الجمهور، الله يرحم الوالدين، مسيرين فكروا في هذا الجمهور، وباش ما تعاودش هذه المهزله وهذا الشغب اللي وقع، فكروا الله يرحم الوالدين. وكاع اللي حاقد على الرجاء، انا نقول لكم هذه رساله من الرجوله، اي واحد حاقد على الرجاء في الجامعه ولا في شي حاجه، راه الراجا راه قالها بانو، قالها بانو شحال هادي، قال لك راه تلعب 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 ويجريو الفراقي تاعيه ما غيوصلوش فريق الراجا، ما غيوصلوش كبرياء فريق الراجا، حيت الراجا وكنقولها انا وبكل قوه وبكل صراحه، هو ان فريق الراجا راه يمرض وما عمره غادي يموت ان شاء الله، وشكرا.
تبارك الله عليك خويا زكريا، كنتم معنا مشابهين الكرام. حول الكلمه ديال زكريا والراي ديالو حول المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي، تبارك الله عليكم، الى اللقاء.